خليني أشوف جرير يا شباب، والله جرير، أنا جرير في الأزمات دائما يخالف، خلونا نشوف جرير. جرير شغل تجزئة، أو كم رقمه جرير؟ جرير هذا أنظف سهم في السوق السعودي. جرير 4190. يا سلام، والله جرير. أفا، لا يا جرير، لا لا يا جرير، لا لا يا جرير، لا والله شوفوا ما شاء الله، شوفوا هو بيلعب تحت المية على الشهري بس ما قفل تحتها أبدا. شوفوا هذا القاع حق شهر 7، هذا 7 يعني تقريبا من حوالي 7 8 9 10 11 12 1 2، نحن في الشهر الثامن. أوه شوفوا جرير في القاع وقريب متوسط المي، وبصراحة على المحك. تعال نشوف جرير، طبعا عنده موجتين، عنده الموجة الرئيسية الكبيرة من قاع 2016، وهذه شوفوا كم مصححة، يا الله واقف عند الخمسين في، شوف سجل الأعلى 225، سجل الأعلى 225، وجاء من قاع 2016 ما يعادل 60 ريال و80، 60 ريال فاصلة 80، يعني نحن الآن في الموجة الكبرى هذه حقت عام 2016 اللي عمرها 6 سنين، نحن مصححين منها 50 فيبو. لو لا قدر الله كسر، لو قدر الله علينا وكسر جرير وأغلق شهريا تحت 142.90 أو 143 على النظرية، معناها أنت فين تتوقع حيروح جرير مع النزول؟ كثير ناس تسأل تقول فين هدف السهم؟ طيب واضح، هدف السهم سيكون على طول 61 فيه، يعني زي السوق السعودي جرير الآن. شوفوا كيف يعني زي السوق السعودي في الموجة حقت كورونا، بينما لو جينا أخذنا الفيبو من قاع كورونا اللي هو 110 إلى 225، هاي هذا كده لو نبغى نشبهه في السوق السعودي الآن بالضبط على نسب الفيبو، هنلاقي إنه هو كاسر 61 فيبو، وأقرب دعم له لو كسر 143 حيكون مضاربياً 134.78، يعني 134.80. هيا شوفوا سبحان الله، أنا لما أشوف شركة زي كده وأسوي وأعرف إن هي شركة نظيفة تتبع التوجه العام للمؤشر العام الرئيسي، أنا إيش قلت لو كان السوق كسر 9800 و9950 وحب يروح قبل ما يروح 9000 يوصل 9400، معناه جرير لو حب يروح عند نص الهرجة حيوصل 134 ويحاول يرجع يختبر 143 مضاربيا، بينما لو كان السوق ناوي يروح 9000 وأبغى أسوي أنا يعني مقارنة فين وبين التاسي، معناه هو حيروح 123، ولو بالغ شوية في النزول لتكوين شمعة وتد قريب القاع السابق ده حق كورونا، هذا قاع 110، أنا ما أتوقع يوصل 110، أنا أتوقع لأن شوفوا قاع البولينجر فين، قاع البولينجر 146 تقريبا، أو 133 تقريبا، يعني أنا ما أشوف أنه ممكن ينزل عن 123، حيكون يعني هدف جرير والسوق سيء ممكن يكون هنا لو كسر 143، علما أنه جرير مهيأ لمخالفة السوق لو حافظ على الرقم ده، ولو طلع جرير وتمكن من اقتحام 153 مضاربيا حيكشف الهدف 162 مضاربيا. تعالوا نرسم له قناة هابط ونحاول ندمج كلامنا مع القنوات. عندنا قناة هنا، الله شفتوا لما أقول لكم نرجع 162 أكدتها القناة دي، وشوفوا لما جيت قلت لكم إنه لا نستبق ونقول 123 لأنه في دعم قوي قبلها 134 أكدها قاع الدور الثاني لهذه القناة. شوفوا الآن يعني إذا جاء واحد استراتيجي الآن يبغى يعرف خريطة الطريق، معناه أنا لو كسرت 143 أول ما استناه هنا، هذه أول دخلة لي، ولو اشتريت هنا مستحيل أوقف خسارة، أقول صامدون حتى لو نزل إلى 123 لأنه ممكن يكون وتد يعني زي ما قلنا في المنطقة هذه بهذا الشكل في الفترة القادمة لو كان السوق تعب. إن تمكن سهم جرير ولم يخرج عن المألوف هنا وبدأ يرتد وأغلق شهريا وحافظ على 100 فوق 145.80 وبدأنا نشوف دخول سيول وأول علامات الانعكاس الإيجابي اقتحام قاع ديسمبر المكسور أو قيعان شهر ديسمبر المكسور 148.20، أنا لو اخترق 148.20 حيتأكد عندي
انه جرير عكس الاتجاه. هاي شوفوا الاهداف الاستراتيجيه للسهم الرئيسي ده، اول هدف قريب ال 154، ولو اخترقها الهدف 162، وعند 162 انا اعتبر انه هذه مرحله يجب احترامها، اختراقها الله دخلت في القناه القديمه الشبكحليه، وهذه ابعادها لو انت مشيت وعديت متوسط ال 50 على الشهري، المرحلة دي أبعادها من 180 ل 187 ريال. هكذا أحبتي من موقع السهم، أنا أعرف أقيم السهم استراتيجيا. الآن ينطبق عليه كلمة قاع فني، ما لم يكسر 143 أنا أعيش على تفاؤل إنه ممكن يرجع جرير. متى ينتهي هذا التفاؤل؟ لو ثبت شرعا خلال شهر مارس إنه نحن كسرنا 143 وأغلق تحت، معناها نحن احتمال كبير نروح 134-60، وإذا وصلنا هناك بصراحة منطقة حقة المحترفين واللي يحبوا الرقص على رؤوس التماسيح، لأنها منطقة قاع الدور الثاني. ليش أنا دائما سبحان الله أتفائل في القيعان؟ لأنه هي الفرصة الوحيدة للمضارب أنه يفكر يدخل السهم، لأنه لما يتحرك السهم ويصير ب 153 ولا ب 154 بعد يكون كم فاتني؟ يكون فاتني 10 ريال، حدخل ألعب على 10 ريال تانية، أحس نفسي هنا خلاص راحت طارت الطيور بلزاق. دائما الدخول من قيعان الموجات أو تجزئة الطلبات في قيعان الموجات هي تضمن لك أقل حاجة، حتى لو لا قدر الله حصلت كارثة أدت إلى كسر قاع الدور الثاني أو خرج السهم عن المألوف، يكون وقف الخسارة قليل، نسبته قليلة بالنسبة لك. لكن تخيل أنت متعلق ب 153 أو متعلق قريب ال 157 وتيجي تبغى تطل وتشوف القناة تلاقي بعيدة 134 ريال، تقول يا الله، فتبدأ الحماس عندك في السهم، تجيك أم الركب أكثر. نسأل الله التوفيق والسداد. يلا هذه فرصة، يعني بعد ما تكلمنا على شركة المراعي تكلم عن سهم جرير. هل تعلمون أن سهم جرير، وهذه قصة دائما كل ما أجيب طاري جرير أحب أقولها للناس لأنه يستاهلها جرير، يعتبر جرير من الأسهم القلائل في سوق الأسهم السعودية القديمة اللي يتداول فوق قمة 2006 قمة الانهيار. تخيلوا أنه هذا الخط الآن اللي عند 53-80 قريب 54 من محل ما ارتد السوق عام 2016 قريب منها، ال 54 ريال دي تخيلوا أنه هذا السهم يتداول أعلى من قيعان 2006. قمة 2006 كانت قمة انهار منها السوق، إلى اليوم في شركات كثير قديمة، وينك وين قمة 2006؟ ليش سمي هذا السهم بأنظف شركة في السوق السعودي؟ لأنه اللي عاصروا انهيار 2006 وكانوا في جرير، شوف ايش صار فيهم بعد 2006، ترى من عام 2010 بعد 4 سنين من الانهيار وهم معدين القمة ورايحين جايبين قمة جديدة سواها في عام 2014 كانت أبعادها، شوفوا سبحان الله يا جماعة. أنا إيش قلت لكم هدف السوق؟ هدف جرير لو هو طالع فاقتحم ال 162 ودخل في القناة الثانية الهابطة اللي توديه عند الترند، سبحان الله. يعني أنت يوم توصل هنا وتقرب من منطقة الشمنكحلي حقة الترند تكون أنت وقتها عند القمة الثانية التاريخية اللي بعد قمة 2006 وكانت عند عام في قمة عام 2014 اللي هي هاد. والله يا جماعة شغل، والله اللي يحفظ الأشياء دي الرئيسية يعيش، يعني بس لازم يكون وسط السهم، يعني عايش المعمى شيء رهيب. وشوفوا سبحان الله المرحلة الأولى اللي ممكن إذا وصل فيها 162 وما قدر يخترق متوسط القناة الهابطة برضو هي تتوافق مع إيش؟ مع قمة كانت في عام 2013 قريب 161. يعني شغل متكتك، شغل متكتك. شوف كيف هذه هي المعطيات الفنية اللي تدعم قرارك عند المحطات اللي أنت ترسمها كلاسيكيا. شوف إنك تلاقي ما يصادق عليها إما متوسط أو ما يصادق عليها خط عرضي. شوف هذه الهدفين في حالة الإيجابية في السهم، والمفترقات هذه صادقت عليها قمة 2013 وقمة 2004. هذه خطوط العرضية. الخطوط العرضية قلنا يا تترسم على قيعان موجات يا تترسم على قمم موجات. فشوفوا سبحان الله. طبعا يا جماعة السهم ده يعتبر مضاربي المدى المتوسط، ولا يعتبر سهم تدخل فيه عشان تدور أهداف بعيدة. هذا يجب أنك تتعامل معاه مرحلة في مرحلة. ليش؟ لأنه في الأصل هو الآن من شهر
او من عام او من منتصف شهر مارس، منتصف 2021، وعلى وجه التحديد في شهر 6 من 2021 هو في اتجاه هابط، وهو في الشقة الثانية من الاتجاه الهابط. يعني لا يقارن مثلا بالدكتور سليمان الحبيب مثلا، هذاك اولا جديد ما له بيانات تاريخية زي هذا، بعدين هذاك تتذكروا انتم جاء عدل القمة حقت الموجة، يعني جرير عشان تتوقع منه انه يروح يسجل رقم تاريخي، يعني لازم السهم يتحرر من 186 187، هنا يصير الشمنكحولي نقول والله فتح جبهة. هنا انت ما تقدر تقول انه عنده جبهات، ولا يمكن تفكر ب 225، انت يا دوب تفكر الان على مبدأ القنوات، يعني زي كده الان من 134 الى 168 هذه مرحلة استراتيجية، بس انت لازم تقفل صفقتك عندها خلاص، اذا اخذتها من تحت وبعتها خلاص هنا، يوم تتأكد انه دخل المرحلة الثانية وثبت فوق ال 163 يصير حتلعب من 163 الى قريب ال 186، هذه يسموها المرحلة الثانية. اذا في مشروع انت حتبدأ تتخيل فيه ارقام تاريخية وانه يعيد التاريخ نفسه ويجي جرير بعد فترة يسوي لك رقم تاريخي جديد، فحيكون هذا متى ينفتح؟ لما يجي جرير يقتحم قناة هابطة زي المنطقة اللي عند ال 187، هنا نعم هنا تبدأ الأفق الفنية تنفرد. نسأل الله لكم التوفيق.